جينا اليوم نلاقيكم والفرحة كبيرة، بطلي حلوة وقمر جديد. جينا مع حبايبنا لنمسي عليكم بليلة فرح وجاية عيد. عيدنا اليوم عيدين، عيد الأضحى المبارك وعيد ملقاكم، وفيه الفرحة بتكمل أكيد ونحن معاكم. يا عيد وصل سلام سوري محب من الحسكة والقامشلي والرقة للشام والسويدة واللادقية، وما مننسى نمر فوق الدير وحمص والشهبة الأبية، وحمائم من نواعير ناطرة لتمسي على قنيطرة ودرعة وطرطوس بجبالها وشواطيها وناسها العفية. حبايبي المشاهدين، نحن معكم اليوم بمطعم قصر النرجس بقلب الشام وبين سبع ابواب خلف السور العتيق لنلتقي مع نخبه من نجوم وفنانين بلدنا الغالي. منقول يسعد مساكن وكل عام والخير دربكن وممشاكن، وبعيد الاضحى بيحلى على الكل ملقاكن. بدايه بدي رحب بصاحب الصوت الجبلي المعتق الفنان الرائع عمر الشعار، اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتك، نورتنا، كل عام وانت بخير. النور نورك، كل عام وانت بخير، ينعاد عليك بالخير والصحه يا رب. اهلا وسهلا فيك، وعلى سوريا وكل اهل سوريا بالخير، ينعاد عليك وعلى البلد ان شاء الله. الامان يا رب. اهلا وسهلا فيك، وراح نسافر على النجوم اكيد مع عالمه الفلك والطاقه الست هبه مبارك، اهلا وسهلا فيكي، نورتينا. قلبي ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير، ينعاد عليكم وعلى سوريا الحبيبي دائما وابدا بكل الخير ان شاء الله. كل يا رب كل ايامنا ان شاء الله تكون دائما اعياد ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اكيد المخرج السينمائي الفنان صاحب البصمه والتفرد الفنان المهند كلثوم، اهلا وسهلا فيك. كل سنه وانتم سالمين واهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله دائما لمتنا تكون على الاعياد ان شاء الله. ان شاء الله، الحقيقه انت اليوم نواره كبيره بحلقتنا، شرفتنا. تسلمي لي، من ذوقك. النجمة صاحبة الحضور الحلو والبصمة القوية الفنانة الشابة الجميلة عهد ديب، أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير، وشكرا كثير على استضافتكم الحلوة. أهلا وسهلا فيكي. جه للمخرج، احكي لنا على عيديتك. خلص أخذت دوري عهد، اسأليني. احكي لنا. أكيد في ذكرى ما بتنساها بطقوس العيد، عشتها من طفولتك لهلا بمحافظتك بمخيلتك ببيئتك أو حتى ببيتك. تمام، احكي لنا هالذكرى. هلا العيد هو وقت ما تقولي عيد، اليوم أنت هو طقس للفرح، طقس للمة العيلة، لمة الغياب، كله هذا الطقس بيكمن تفاصيله قبل العيد، هو بعالمنا نحن وصغار قبل العيد. طبعا. اليوم أنا كطفل كنت استنى هاي اللحظات مثل ما بيقولوا بفارغ الصبر، يعني التياب نايمة على التخت. كلنا على فكرة كنا تيابنا جنبنا. التياب حتى يعني بتفاصيل البنطلون والقميص وكذا، كله هاي كنا نجهزه قبل يوم ونستعد إذا في تجهيزات، خليني أقول كعك العيد، حلويات العيد، هاي كلها يعني هاي هذا الشيء كثير بيعني لي. يعني انا بتذكر بالعيدين سواء العيد الصغير والكبير دائما حارتنا، انا من محافظه حمص كمان يعني جيران انا واستاذي عهد، فبتذكر بليله العيد ريحه الراس، كان في شيء اسمه راس الحلويات، وحتى القهوه المره كيف عم بجهزوها لثاني يوم. هلا صار العيد بالنسبة لنا كأولاد بتلك الفترة كنا نستنى أول شغلة أكيد هي العيديات. أكيد يعني أول ما نفتح عيوننا نستنى أول شيء عيدية الأهل، يعني عيدية العمام، الإخوال، بعدين أصدقاء العيلة، بعدين منبلش هون الزيارات، فيما بعد بلش عندي كان طقس جميل جدا. ايه هذا الطقس اللي هذا عارفه، تفضل. هذا طقس يمكن بس خاص فيني. كنت دائما استنى العيد لحتى اشرب بس الشاي بحمص. عن جد؟ تماما. شو اللي بيميزه؟ كان يضحكوا علينا. فكان في بياع اسمه ابو العبد، بياع شاي. كان يضحك على الاولاد انه كاسة الشاي بليرة وبنص وبليرة ونص، كاسة الشاي برغوة، يعني شو هي يرفع البريق، هاي صارت برغوة. شاي ايه كمان كنا نشتري، وبعد هيك نروح مأكولات العيد، وبعدين في طقس بحبه كمان. بيناتنا كنت تصرف من عيديتك على السينما؟ كنت تروح من صغرك على السينما عن جد؟ تماما، أنا عم بقول لك كنت جمع العيديات، أطلع أول شيء
كاسة الشاي ومأكولات مزاج عالي ومأكولات العيد، بعدين فوت على السينما، كان في سينما حمص أكيد مشهورة، فكنت نجمع أنا وأولاد عمي وحتى حلو هيك ونفوت نحضر. شنو على الأفلام كنت تحضرها بطفولتك؟ شو أفلام العيد، شو كاراتيه و حلو برافو. إيه تماما. إيه حلو برافو. أيام كان درجة أيامي بروسلي و يعني ما كان في رومانس عدوكم هلا أنا كنت أحضر كنت أحضر أنا على طفولتي بفترة متقدمة يمكن صار كثير حب إيه هو بيحبوا دائما الشباب الأولاد بيحبوا الأكشن أكيد لأن إحنا دائما اليوم أنت بس بهذيك الفترة يعني أنت عم تحكي التسعينات ايه. بنهاية الثمانينات التسعينات كبر حالك لحالك أنا بحكي بالتسعينات ايه عم بخل تسعينات ايه تماما انتو ألفينات ألفينات فبهذيك الفترة كان جو السينما والطقس هو رايح على أفلام الأكشن هاي الأفلام هي أثرت ايه. عليك من طفولتك يعني حبيت تكون بهالجو تماماً. تخيلت حالك أنه أنت مع الأيام رح تعمل شيء بالسينما تماما هي يمكن كان لها تأثير أنه من قبل يعني من قبل تأثير ولكن زاد هو الشغف أكيد. أنك تحضر تتابع أفلام وحتى تشتغلي مسرح و طبعا و أكيد الشغف كبير وتكوني بهذا المجال فهاي بالنسبة لذكريات العيد والله بالنسبة لك بس هاي السنة إن شاء الله أكيد بدي أطلع على حمص كمان وشوف أبو العبد إذا بعده شغال شاي برغوة شاي برغوة ليرة ونص ينعاد عليك أكيد ينعاد عليك إن شاء الله بكل الخير خرجنا الغالي للدراما والفن السوري عبروا الحدود حتى وصلوا لكل أنحاء الدنيا وأنت سفير لهالفن النبيل أنت حصلت على مؤخرا على جائزة بمهرجان النور السينمائي بالمغرب أقيم بالمغرب. مهرجان عن فيلمك الوثائقي روح الشرق روح الشرق شو بتحكي لنا عن هالتجربة؟ هلا هي نفس مكمل لموضوع الأستاذ عهد يعني اليوم العادات والتقاليد هو الفيلم اليوم روح الشرق هو فيلم توثيقي عن التراث اللامادي بسوريا اليوم العادات التقاليد حتى العرس الدمشقي حتى النول صناعة الحرير كل هاي من التراث اللامادي فهي اليوم مكملة كمان لدراما استطاعت انه تطلع خلينا نقول جزء من طقوسنا وعاداتنا وتفرجيها وتنتشر عبر التلفزيون والفضائيات بالوطن العربي واليوم السينما هي كمان وسيلة لتوصلي انت صوتك سواء بأفلامك الروائية او حتى بأفلامك الوثائقية لتطلعي الجمهور من شعوب اخرى على عاداتك وطقوسك وتقاليدك اللي هي جزء مكون من ثقافتك وهويتك الثقافية السورية حلو. فاليوم بروح الشرق استطعنا انه نسلط ضوء بسيط خليني اقول عن بعض العادات والتقاليد وحتى المهن اللي بتشكل هي او تعتبر من التراث المادي فتوفقنا وضمن مشروع هو انا بدأته من 6 سنين هو سلسلة وثائقية تحكي عن التراث سواء المادي او اللامادي وضمن هيك خليني اقول وثيقة سينمائية لتكون لاجيال بكرة وبنفس الوقت هي سفير لثقافتنا بالمهرجانات والمحافل الدولية والله انت السفير الدائم للمهرجانات بالبلدان العربية لانه كل سنة بيرفع اسم بلدنا وبياخذ جوائز وبيفرحنا شيء طبيعي اليوم شيء طبيعي اليوم يضل اسم سوريا موجود لانه هو بمكانه الطبيعي دائما نحن اسم بلدنا من زمان ولليوم وحتى بزمن الحرب لازم يكون مكانه الطبيعي هو منصات التتويج والمراكز المتفوقة بوجود سفراء الإبداع مثلكم كنا منكمل بعض التألق الدائم إن شاء الله مهند من ترك أثرا إيجابيا في حياتك السنة الفائتة اللي ترك أثر دائما بالسنوات الماضية وهو سبب وجودي هو أكيد والدي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه دائما مؤثر فيني وانا الاولاني اكيد ماني موجود
فهو الحاضر الغائب أكيد تحية لروحه بالسماء، وأكيد اللي دائما بتدعمني ودائما هي سند إلي أكيد والدتي، هي المؤثرة بحياتي، الله يعطيها طولة العمر ويعطي أكيد أمهاتنا كلهم طولة العمر. إخواتي وأولاد إخواتي هدول دائما هم الطاقة الإيجابية. بعدين بنيجي للمحيطين الأصدقاء، هدول دائما مثل ما قالت عهد تحملونا بمزاجيتنا بأوضاعنا بتقلبات ظروفنا وأيامنا يعني الظروف بشكل هيك وضغط العمل أحيانا ما بنشوفهم، ولكن دائما بيعرفوا إنه محبتنا دائما ما بتتغير. وأكيد هذا شيء أكيد اللي أثر فيني إنه أنا بنتمي لهذا البلد، دائما أنا مدين له لهذا البلد، لأنه وين ما بروح بفتخر إنه أنا ابن هاي البلد. فبسعى دائما إنه ما أخذله، دائما إن شاء الله ضلني مثله أحلى تمثيل وأحلى صورة وأفضل تمثيل. وأكيد تحية أكيد لكل مشاهدينا أكيد، وعياد مبارك، لأنه السوريين عن جد بيلبق لهم الفرح ولحظات السعادة ولم الشمل، نضلنا دائما إيد وحدة. وأكيد والأهم لولاهم كمان ما أنا موجودين، هم أكيد أبطال جيشنا العربي السوري وتحية لشهداء بلدنا وشهدائنا، والله يرحم روح أبوك ومن خلف ما مات. تسلمي وكل عام وانت بألف خير يا رب، ينعاد عليك. وعياد مبارك إن شاء الله تعالى أكيد.